السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه حاجة بسيطة بس قلت برضو ان انا اصورها، لان انا بعتبر ان سواء الجروب اللي على الفيس او القناة على يوتيوب ان بيتي التاني، وبحب حتى لو حاجة بسيطة ان انا اصورها لكم، لان في كتير بيبقى عايز يشوف الحاجة قدامه على الطبيعة، ومعظم شغلنا بيكون كله شحن، فبتبقوا عايزين تشوفوا الحاجة طبعا على الطبيعة قبل ما بنوصلها لكم. بسم الله توكلنا على الله. دي مجات من البورسلين، خامتها نظيفة جدا جدا. دي اشكالها، طبعا اختيار الاشكال ده بيبقى صعب جدا، ان احنا بنقعد ندور في الكراتين، فبيبقى اختيار الاشكال حسب المتاح تحت ايدينا وقت التغليف. تمام، ده موديل. انا بحاول بقدر الامكان ان احنا بنطلع لكم الاشكال وبنوريها لكم قبل ما بنشحن او قبل ما بنغلف. ده موديل قدامنا اهون بالتفصيل، شايفين الايد بتاعت المج، الشغل اللي عليها والرسمه اللي عليها. دي رسمه عباره عن مج شاليمو. نبدا نفتح كده الغطا بتاعها اهون، شكله اهو تمام. الخامه واضحه قدامنا، والموديل اهون كله على الطبيعه. ده شكل المج من الداخل، نشيل دي كده. ده شكل المج اهو تمام. الشينامو بتاعه، الشينامو لو احنا لاحظنا بس يا فطوم، نهاية الشينامو هنلاقي هنا الشينامو الفتحة بتاعته من هنا هي، ونهاية الشينامو معلقة، بحيث ان هو هنا بنقلب بالمعلقة وفي نفس الوقت بنشرب منها. ندخلها من هنا كده، هيكون بإيد واحدة بيصور وشغال بنفس الإيد، يعني قدامنا أهين وبنقلب ونشرب برضو، يبقى آخر مزاج. حاجة كده كيوت، مج كيوت تام. شوف الشكل كده داير ما يدور للمج، الرسمة بتكون على جنب واحد اللي هو الواجهة بتاعت المج تمام. ده شكل أهون، ده الشكل التاني، الشكل التاني أهو. حاول ان انا اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا على الطبيعه بس يا فطوم. قلنا ده الشكل الثالث، ده الشكل الثالث، ده الشكل الرابع، وده الشكل الخامس للموديل تمام. نشوف حجم نشوفه كده حجمه في الايد. ده حجمه في الايد اهو، يعني بيقعد اسال هو حجمه قد ايه. انا مسكته في ايده اهو، مال الايد حجم هنا اهو، مال الايد اهون، يعني حجمه كبير فخم جدا. المج ده معانا منزلينه ب90 جنيه. المج منزلين المج من ده، مج بالغطا بالشينيمو بالمعلقة بتاعته ب90 جنيه معانا. لأي طلبات بتطلبونا على رقم الواتساب 010-19-84-2696، يبقى 010-19-18-2696، 010-19-84-2696. عنوان المعرض بدمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، صيدلية الجمهورية، تاني شارع بعد الصيدلية، بجوار قصر الفرج وكرات للأساس. احنا عندنا شحن لمحافظة القاهرة ومحافظة اسكندرية والمنصورة والشرقية والزقازيق وطنطا والمحلة، واللهم صل على النبي، وبورسعيد ودمياط. يعني ابعتي لي عنوانك على رقم الواتساب اللي احنا قلناه، وانا بقول لك عنوانك متاح ولا لا. وبفضل الله الحاجة بتشوفيها قبل ما بتستلميها وقبل ما بتدفعي جنيه، علشان تكوني مطمنة ان المنتج جاي لك زي ما انت شفتيه، والحاجة بتتصور لك قطعة قطعة قبل ما بتتبعت لك عن طريق الشحن كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.